السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. في هذا النهار يا ربي نشارك معكم واحد الغديوة. اليوم غندير لي الدجاج كيف ما تشوفوا معايا هكا. شحال ما كليتش اللحم، ما كليت لا حوت لا حتى شي حاجة. كانت تقريبا هذه تكون شي 10 ايام دابا، راه دازت اليوم شنو الاثنين، اليوم 10 ايام على الزلزال. ولكن الفيديو راه مغلوح لكم انا اكثر من 10 ايام، يعني نهار 11 ولا 12 عاد غتشوفوا هذا الفيديو. وما كليتش فيه لا لحم لا حوت لا دجاج لا والو. تشهيت الدجاج وجاب لي جاك مو الصدر هذا، هو غندير ليه شي حاجه اخرى تشوفوها معايا، باقي خارج باقي ما جاش. المهم عندي هنايا خيسو والقرعه وسميتو وهاد البروكولي. ديروا اي خضره عندكم نتوما متوفره، لان عندكم الفلافل باللوان الصفار الخضار الاحمر تاع هي ممكن ديروها، لان عندكم اللفت في داك الحار ممكن ديروه. غنبداو على بركه الله. هنا جبت واحد الطنجره، وهنا عندي الروز، عندي كاس ديال الروز ها هو كيف ما تشوفوا معايا هكا بعد ما شللته. وبنفس الكاس غنعمرو بالماء، نخويه بعدا مزيان. ها الكاس الاول، ها الكاس الثاني، وغنزيد الكاس الثالث، يعني غندير ثلاثه ديال الكيسان ديال الماء هاهم هكا. وغادي نشعل عليه دابا النار، غنجهد عليها حتى تسخن ليا المقله، وغادي نقصها واحد شويه ما نقصهاش بزاف الطنجره عفوا. نخلطها دابا، نحرك هذا الروز هنايا هكا، غتبدا تغلي مزيان واحد شويه وتسخن ليا الطنجره. ملي يبدا داك الماء يغلي عاد باش غادي ندير الملح. الملح ما كنديروهاش دابا، نخليها هكا. وغنجي لهاد جوج مقالي، ها الاولى ها الثانيه، غندير فيهم زيت الزيتون هكا شويه في كل وحده. هذه غنزيد فيها شويه، غندير فيها الخضره. هذه درت فيها غير هاد شويه هكا، وغنشعل عليها، نشعل داك الاخر حتى هو. اوكي صافي، عايز يسخن واحد شويه وندير فيها الدجاج هذا بهذا الشكل هكا، نحطو هنا وندوز لهاد الخضيره. هادي نشد هكا الجزر، غادي نحاول نقسمو بهذا الشكل، غادي نديرو هكا مكعبات صغيورين بهذا الشكل هذا، شفتو؟ غنستمر هكا حتى غادي نكمل هاد ثلاثة الحبات اللي عندي ديال الجزر. والقرعه حتى هي غندير لها هكا القرعه، هي غادي نحاول ندير لها هذا الشكل هذا، نفس العمليه حتى هي غادي نديرها حتى هي مكعبات. هنا قلت هذه الخضيره ها هي، غندوزو لها الدجاج نشوفو. نشعلت على هاد الطنجره هاد الاوليمين والخضره هي، وغادي نزيد هنايا واحد شويه ديال الملح، نرش على هاد الدجاج، وغادي نرش هنايا في هاد الطنجره ديال الروز هي واحد شويه، نخليه واحد 15 حتى 17 دقيقه هاد الدجاج غنخليه هنا. وغتدخل ليا هاد المقيله صافي، وغندير فيها هاد الخضره هادي القرعه والجزر والبروكولي صافي. الا متوفره عندكم شي خضره اخرى ممكن ديروها تنتوما. نجهد عليها وغادي نبقى مره مره نديها ونجيها مع واحد شويه ديال الملح، ندير لها شويه ديال الملح هكا، ونخليها هنا مره مره نخلي فيها ونجيها، ما غاديش نفوت عليها. وغنبقى حاضيه هاد الدجاج وناقص عليه، ها انتم شوف ناقص عليه مزيان، ونبقى مقابله حتى يفيق عليا تما. والروز حتى هو هنايا، وغادي نوري لكم كلشي. غندوز نغسل واحد شويه ديال السبانخ ها هما، نهز من المغا واحد شويه وغادي نقيهم ونغسلهم. هنا شوفوا معايا الدجاج ها هو، قلبته من الجهه الاخرى، نعاود عاوتاني نقلبو. شوفوا ما شاء الله محمر مدير منه. الروز غنطفي عليه وصل الوقت ديالو ها هو، غنخليه تما حتى ينشف مزيان. وهنا غندوز الخضيره ها هي، غطيتها واحد شويه بعد الغطايه ديال الدجاج، غنرفعها عادي هنايا، غنزيد غير واحد شويه تاهي غادي نطفي عليها. هنا صافي ضفت الروز على هذيك الخضره من بعد ما يتبات ها هي، كنحاول دابا نخلص كل شيء هادشي هكا، نخلط مزيان صافي. هنا الروز هانتوما شوفوا معايا من بعد ما وجد ها هو، غندوز لهاد البسطيله تاعي ديال الدجاج غنطفي عليها، نقلبوها من فيها الاخرى عاوتاني، شوها ان شاء الله صافي. جاك معيط ليا وجهي، غنمشي نوجد السبانخ دابا. هنا غسلت واحد شويه ديال السبانخ،
هو هزيت على القياس ديالي، ونشدهم وغادي نرققهم مزيان بحال الشكل ديال المعتنوس. غادي نقطعهم صافي هنا من بعد ما رققت هاد السبانخ، ها هو، وتنهزو وتنديرو على هاد الشيء اللي درت. طافيه النار، ها باقي كلشي سخون ولكن طافيه النار صافي. وتنخلط كلشي دابا مزيان هكا. شوف راه كتجي واحد الوصفه رائعه، ولكن باقا ما كملتش، باقا غادي نفركسها مزيان. غندوز دابا للدجاج، غادي نحاول نقطع. دير لي هكا، شوفوا كتيجي تيجي رائع. انتم شفتوا تيكون طايب مزيان من الداخل ديالو، محمر مقرمش من برا ورطب من الداخل. غادي نحاول نقطع هكا الطريفات بهذا الشكل هذا. ما نقطعوش كله، غنقطع غير هذا، نقدر ما ناكلش الروس كله. هاد الكميه اللي غادي ندير هادي غنخليها هكا ترافق بها الطبق ديالي، نفضل ناكلها هكاك. غادي ندوز دابا للروس، وغادي نحاول نقسمو على دوبول هكا. غنقسم هاد الكميه على جوج، يعني وحده ديالي وحده ديال جاكوم. انا ما كناكلوش بزاف، ما كترش ليا، غندير هكا. ولكن هاد الكميه راه ناكلو فيها يومين ولا 3 ايام، هو قد ما بقى قد ما كيكون زوين صافي. وتنجي لهذا ديال جاكومو، ها هو، وغادي ندير فيه الكركم هكا. خليه هنا بلاتي ونخلطو، خلطو بهادو بجوج. الكركم خضر هكا راه عندو واحد المذاق رائع. وانا هذا ديالي غادي ندير فيه الدجاج، ندير فيه الدجاج هكا بهذا الشكل صافي هنا حتى الاخير. وتنضيف شويه ديال زيت الزيتون هكا هنايا، نضيف على هذه حتى هي. وغادي نحاول دابا نحركهم. هذه ديال الكركم راه كتجي رائعه، كيتخلط هذاك الكركم مع هذا الشيء كله كيجي رائع. نحاول نخلط كل شيء مزيان. هنا شطا واحد المقله كنشعل عليها، وجا كومو جاب الطبقه ديال الاول، وجاب الدجاج وداك الشيء، وعقب خرج عاوتاني مشى جاب الكروفيت وجا داك الكروفيت داك اللي ماتسان كولي. الاخوات اللي هنا كيقولوا ليه ما هو داك اللي مزرقط اللي بالكحل بحال الكري، وسميتو فريسكو طري وسميتو مرجع. وغادي ندير هاد الثوم هكا هنايا في المقله هنا صافي. كتشحر ليا هاد الثومه هادي، وكنحاول نقلبها هنايا هكا كيف ما تشوفوا صافي. تندير هاد الكروفيت هذا نوضع هنا، نحركهم بالزربه هنايا هكا ماتسان كولي، ماتسان كولي بلسيمي فريسكيسيمي. ندير معاهم شويه ديال الملح، وندير معاهم شويه ديال المعدنوس شويه هكا، وغادي نحركهم. Io prezziamo la raccolta sul mio balcone. ونخليهم شويه يتسلطاو هنايا. فوالا انتم شفتوا هاد الطاسه هادي، ها هي كيف تشوفوا معايا. درت فيها ديالي انايا هكا، فرشت هذاك الدجاج هو لتحتاني، وعاد درت ليها درت هو الاول هنايا في القاع، ودرت الروس هذا الكميه ديالي اللي بغيت انايا من هنا. هذا خليته غنديرو في الثلاجه دابا. هذا ديال تاعكم حتى هو خليته، عمر هو اللي بغى القياس اللي قال لي بغى، ودرت ليه هنا، درت ليه الكروفات لتحت من بعد ما وجدته. ها هو باقي ليا هاد الاخرين، غنهزهم دابا هادو صافي. غادي نديرهم لي حتى هما هنايا في الجوانب. انايا درت ليا الدجاج، وهو غندير ليه الكروفيت هاد الشكل هذا. بقى هاد شويه ديال الزيت قال لك جاكمو ديري ليا هنايا هكا. غندير ليه حتى هو واحد شويه ديال المعدنوس تزيين العين، حتى هي تتاخذ حقها هكا صافي. هنا وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الغديوه ديالنا. هانتوما غنوري لكم انا ديالي ديال الدجاج، راه كيجي رائع. هانتوما شوفوا معايا تجي زوينه بزاف الروز مع الدجاج. اللي ما عندهاش هكا دجاج دير الطون ولا اللي بغات. هي هذه ديال الكروفات تاع هي ديال جاكومو، ها هو الباتشو. هانتوما شوفوا وارد اكوا. منين الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تشجيعاتكم للقناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج.